لماذا قررت خوض هذه الانتخابات؟ لأن في سببين في دماغي. السبب الأول إن الشباب هم اللي جايين، وتوجه الدولة كله دلوقتي إن الكوادر الشابة هي اللي هتقود المستقبل، ونادي الزمالك ما فيش أكتر من ولاده. نادي الزمالك في الفترة دي مش محتاج الناس اللي هتنتفع أو الكلام، ما حدش في الوضع الحالي للنادي مفيش حد هيقدر يحل مشاكل النادي غير اللي بيحبه بجد، لأن احنا في وقت محتاج تضحية، محتاج التفاف من كل الناس حوالين النادي، ونادي الزمالك مش حاجة قليلة يعني. السبب التاني إن ممكن نقول عشان نتعلم من العظماء اللي موجودين، نتعلم من الأساتذة الكبار اللي موجودين في المجلس أو موجودين في النادي، إن إحنا إزاي بعد كده نشوف إدارتهم للأزمات دي، إزاي نبتدي نفكر في إن إحنا هنعرف حلول جديدة. ما تاخد دراسات في الأزمات، مظبوط، في الحلول الأزمات، مظبوط كده، مظبوط. إيه هي الأزمات اللي أنت شايف الزمالك بيواجهها؟ الأزمات اللي الزمالك بيواجهها إن زي ما الأستاذ هاني قال، إن إحنا ما فيش عمل مؤسسي. احنا كانت عندنا مشكله كبيره دايما في نادي الزمالك. ايه هي؟ ان احنا كل ما بيجي مجلس جديد زي ما بيقولوا باللغه الدارجه يعني بيهد المعبد ويبني من الاول. فانت بيبقى عندك ناس وفي كوادر موجوده في النادي، يعني كل المجالس كانت بتعمل كده، ولا انت متحفظ على كل واحد كل, كل كل مجلس اداره بيجي مع احترامي الكامل ليهم كامل. الهدد تم في السنين الاخيره كهدد كمباني؟ لا مش قصدي كده، انا اقصد ايه يعني يمشي ناس ويجيب رجالته ويعمل معرفش ايه. فاحنا كل 4 سنين بنبتدي من الاول. فلو احنا عندنا سيستم ماشيين عليه ما كناش هنحتاج ان احنا نضيع الوقت ده كله عشان نتقدم لقدام. فانا شايف ان دي من اكبر المشاكل اللي على طول احنا بنواجهها في نادي الزمالك. يبقى الناس الموجوده انتماء للنادي مش لشخوص. بالظبط يعني يجي بقى فلان يجي علان، ان الناس النادي ماشي في عمل مؤسسي، ان لو فلان ده حتى لو هو برضو باللفظ الدارج مش من رجالتي بس هو اصلح واحد للمكان ده، انا سيبه يكمل، لان هو في الفتره اللي قاعده دي بيبقى اضرب كل المشاكل. تمام.